اهلا مرحبا بيك عزيزي المشاهد. احنا دلوقتي في قاعدة ناسا الدولية بمدينة ملبن، واخد بالك انت ازاي؟ واحنا دلوقتي طالعين رايحين المريخ، واخد بالك، راكبين كبسولة فضائية، واخد بالك انت ازاي؟ وانا دلوقتي احنا دلوقتي يا جماعة، انا دلوقتي خارج المجال المغناطيسي، والسفينة الكبسولة الفضائية وقفت وانا مش عارف اعمل ايه. ادي المجال المغناطيسي، الله على الشاطئ. بص الشاطئ يا جماعة، بص الشاطئ عليا الطلاق بالتلاتة حكاية. شايفين الشاطئ، واخد بالك انت ازاي؟ ومعايا من الناحية التانية برضه، واخد بالك انت ازاي، من الكبسولة الفضائية. احنا طالعين المريخ بالصلاة على النبي، أحلى تحية ليكو. المهم عشان تركب الكبسولة الفضائية ديت عزيزي المشاهد، لازم تاخد دورة تدريبية فشيخة جدا وصعبة جدا ومنضبطة جدا، واخد بالك، في التعامل مع المجال المغناطيسي، لأن في ناس كتير بتنجذب للمجال المغناطيسي عزيزي المشاهد، واخد بالك انت ازاي، فبتلزق فيه فما بتتحركش خالص. فاحنا دلوقتي طالعين بالصلاة على النبي. العمارة دي بتتعمل، بص انا العمارة اللي هناك دي، انا سايب في الدور الخامس، واخد بالك انت ازاي، يعني المجال المغناطيسي هننطلق. بص الشاطئ، يلا، ايه ده، ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، ايه الشياكة دي، ايه الطعامة دي. كان عندنا النهاردة دورة تدريبية في المجال المغناطيسي، وكل الناس دولت كانوا حاضرين، واخد بالك انت ازاي، وعاملين ده على البحر والبتاع. فاحنا عايز، كان عندنا ماراثون، واخد بالك انت ازاي، الناس بتوع العجل. انا دلوقتي خارج المجال المغناطيسي، واخد بالك، انا والكوكب فوق اهو، انا دلوقتي في السحابة طاير طاير طيارات. دلوقتي احنا طالعين بطاقة الجوان، هارش انت ازاي. المهم اللي احنا عدينا المجال المغناطيسي عزيزي المشاهد، احلى تحية ليكو انتوا والمجال المغناطيسي. احنا بس نحط دي كده، واخد بالك انت ازاي، ونقعد نتفرج بقى، واخد بالك. لحظة شوية يا جماعة، الحماليتا مشكليتها، وربنا اقعدي بقى كده يا حماليتها. بس خلينا انا والمجال المغناطيسي، واخد بالك انت ازاي، انا والمجال المغناطيسي. خليكم معايا عزيزي المشاهد عشان نشوف ايه اللي بيجرى في المجال المغناطيسي، واخد بالك انت ازاي. احلى تحيه ليكم نايكي. حلاوه المجال المغناطيسي اللي قدامي يا حلاوه، واخد بالك انت ازاي. ننتقل الى اذاعه خارجيه عشان نشوف لكم المجال المغناطيسي شغال ازاي، واخد بالك انت ازاي. لحظه شويه، نلف بقى، ما دي بتتلف لفافه، واخد بالك انت ازاي عزيزي المشاهد. ها ادي احنا دلوقتي اهو، واخد بالك، ها في هذا البتاع، واخد بالك، طالعين احنا بتاع خارج. اهم حاجه انك تخرج عن المجال المغناطيسي. ودينا احنا نازلين اهو، طلعنا المريخ وجينا، واخد بالك، وادي مدينة ملبن كلها بالصلاة على النبي. فرش انت ازاي، ها، ودي احنا نازلين دلوقتي اهو ان شاء الله، واخد بالك انت ازاي، هنشوف المجال المغناطيسي هيوديني فين، واخد بالك.